حلقتنا الصحية لهيدا الأسبوع خصص الشيف هالحلقة لكل الناس المهتمة بتنمية عضلاتهم من خلال أطباق شهية وسريعة. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم حلقة من الحلقات اللي هن صحية. اوكي. صحية من ناحية انه انا الريسيرش اللي عم نعمله بفرجينا شو لازم نعمل اما شو ممكن نعمل لنستفيد من هالوجبة اللي عم ناخذها. اليوم الحلقة بتحكي عن الاشخاص اللي بحبوا يزيدوا حجم العضل بجسمهم. لما احكي عضل مش يعني عم بحكي انه رياضة ليكبر عضله، ليزيد حجم الوزن تبع عضله بجسمه. بتعرف في اشخاص بيكونوا ضعاف بحبوا يكبروا. بحبوا يزيدوا وزنهم شوي بيكونوا كثير ضعاف، اما الاخصائي بيكون وصف لهم، اما في ناس بتكون تعمل رياضه بتحب تكبر حجم عضله اكثر، ففي هيك مثل شو بيقولوا نصايح واحد لازم يلحقها شوي. اوكي.